حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الجمعة 23 أيلول. مغامرة ممتعة عاشوا أبناء شهداء الجيش بإيطاليا، وأيضا معرض للأزياء بيعود ريعه لمركز سرطان الأطفال بلبنان وغيرها من التقارير رح نكون على موعد معها. أما ضيوفنا لليوم فهن جيسي أبي رميا من جمعية أنماء أهمج لنحكي معها عن معرض المونة 2016، وأيضا الدبلوماسي وليد معلوف رئيس شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية لنحكي معه عن برنامج نشاطهم لعام 2017. إنها قبل كل هالمحطات محطة مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا الأستاذ محمد غازي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. يعني اليوم شفنا طقس ماطر بامتياز، هلا مزبوط تحت الهواء انت انزعجت، كيف كنت عم بقول لك شو قصة هالطقس؟ شو قصته بس هالطقس؟ في كتلة هوائية باردة عم تأثر علينا وعم تسبب هالأمطار هيدي. اوكي. اي. لأيمتى رح تبقى؟ إجمالا هيدي باقية لليوم عشية بس وبتخلص. بعدين بيرجع بيسحب طقس. ايه حتى أمطارها متفرقة، يعني عم تكون محلية، مناطق قوية، مناطق خفيفة. اوكي. ايه مقطع يعني اليوم. اوكي، درجات الحرارة عم نحس بانخفاض درجات الحرارة. مظبوط. قد ايه عم تكون؟ تأثير الحرارة ونزولها بيسبب هالشتاء هيدا. أوكي. على الساحل تقريبا من 20 ل 30، فوق جبال 13 22، بالأرز من 10 ل 18، وبالداخل من 15 ل 30 درجة. نعم. وبكرة بعد بكرة تطلع الحرارة بس بسيط يعني. نعم. بتسبب. في عنا رياح كمان جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة. والرؤية متوسطة وخاصة على الساحل يعني على الجبل في ضباب بتصير سيئة شوي. نعم. الرطوبة بين 55 و80%، والبحر متوسط الموج حرارة المي 28 درجة. اوكي. نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. صباح الخير جوال. صباح الخير لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. جولة على عناوين الصحف. إذا اليوم الجمعة 23 أيلول وفي عناوين النهار: الجيش ينتزع رأس داعش من عين الحلوة، سلام للأمم المتحدة، ساعدونا لانتخاب الرئيس. سلام للنهار: لن ننتظر الحلول السياسية في سوريا وهي بعيدة. فلتمن للنهار: ماذا نفعل بأربع دول تقسم اللبنانيين؟ ضمن أسرار الآلهة: دافع نائب عن إحدى المحطات المعادية لرئيس الكتلة النيابية التي ينتمي إليها ما أزعج نوابا زملاء له. توقع ناشط سياسي أن يناصر حزب القوات حليفه التيار في الشارع إذا رفع الثاني شعار قانون الانتخاب. اعتبر نائب أن الاتصالات غير الشرعية جاءت بتواطؤ أجهزة رسمية لم ترد أن تكشف عن الحقيقة. يزداد الكلام عن تراجع حاد في موازنة حزب الله بات يؤثر في نشاطات بعض مؤسساته. تراجع الحديث عن مشاريع النفط وشركات التنقيب بعد فترة من الرواج في ظل تصاعد الخلاف مجددا بين بري وعون. وبختم مع دليل النهار اسم جوليا عن السرطان وأمراض أخطر. منتابع مع عناوين السفير: اعترافات الأمير، تفجيرات متزامنة وبحر من الدماء، إنجاز نوعي لمخابرات الجيش في قلب عين الحلوة. المستقبليون إلى مؤتمرهم العام في 26 و27 تشرين الثاني. ليلة الهجوم على تلة الحمراء، جمعة خطط فسقط قتيلا. البنتاغون يفتح النار على أوباما وبوتين، حلب الشرقية متى التقدم البري؟ المحكمة الخاصة: التمويل بمعزل عن القانونية والأسلوب. وبعنوان أخير: العراق، تحرير الشرقات من قبضة داعش. نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة. السعودية تحتفل بذكرى التأسيس وعينها على 2030، ولي العهد يؤكد أن وطننا يحتل موقع القلب من العالم ويؤثر في أمنه واستقراره. الأمم المتحدة تناشد دمشق إدخال المساعدات، إحراق شرق حلب وإجلاء في حمص. الجيش يقبض على أمير داعش، سلام للحياة، لبنان ليس للاستيطان. حكومة اليمن تستقر في قصر المعاشيق. مناظرة تلفزيونية الاثنين تستقطب ملايين المشاهدين والهفوات خلالها قاضية. كلينتون تعد لمواجهة ترامب بحرب نفسية.
وختاما في الحياة، معركة الموصل تقترب بعد طرد داعش من الشرقات، زبار يتهم المالكي بالسعي لإسقاط العبادي. من الحياة إلى عناوين المستقبل، وبعنوان الرئيس لليوم: لبنان للعالم، ساعدونا لانتخاب رئيس، مؤتمر المستقبل نهاية تشرين الثاني، والمكتب السياسي يجدد الثقة بخيارات الحريري. عين الحلوي: توقيف الداعشي رقم واحد. وبقلم رئيس سعد الحريري: على إيران وقف تدخلها في الشؤون العربية. تفجير لداعش يؤدي بأكثر من 12 قتيلا من المعارضة في ريف درعا، مقاتلات روسيا والأسد تواصل تدمير حلب. سوريا: مقتل مستشارين إيرانيين وقائد ميليشيا. العراق: استعادة الشرقات من داعش، زبار يتهم المالكي بالوقوف وراء إقالته. الهدنة السورية ورسالة: الضربة الأمريكية لجيش النظام. الحكومة باقية وجلسة الخميس معقودة على النتائج الرئاسية. المدارس الاثنين والحقائب تنتظر استكمال الكتب. وأيضا في المستقبل: العيد الوطني السعودي، إنجازات وتطلعات. وبختم مع قلم أسعد حيدر: الشارع والرولات البلجيكية. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار: الجيش بعد عملية عين الحلوي، أمير داعش كان يعد لتفجيرات إرهابية. سلام أمام الجمعية العامة، ساعدونا لانتخاب رئيس. وبقلم المحلل السياسي: النفايات وفضيحة الرش بالمياه لتفادي إحراقها. رئيس الأركان الأمريكي: روسيا شنت الغارة. حلب تتعرض لأعنف قصف جوي منذ أشهر. القوات العراقية تحرر مدينة قرب الموصل من داعش. ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب قبالة مصر إلى 52. ارتفاع الأسهم الخليجية بعد إبقاء الفائدة الأمريكية دون تغيير. بالأخبار الاقتصادية وبختم الأنوار مثل العادة مع قلم رفيق خوري، ومقالته اليوم بعنوان: تسوية أم أخطر أنواع الحل العسكري الجغرافي. من الأنوار إلى اللواء، وفي عناوين: اللواء تكشف تفاصيل توقيف أمير داعش في عين الحلوي، سلام يطلب المساعدة الدولية لانتخاب الرئيس، والمستقبل يجدد الثقة بالحريري، المؤتمر العام أواخر تشرين الثاني. النظام يفتح معركة شرق حلب بهجوم واسع، واشنطن ستسلح الأكراد استعدادا لمعركة الرقة. اليوم الوطني للمملكة: 86 سنبلة خير وبركة، بقلم صلاح سلام. وفي عناوين أخرى: نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة من على منبرها، عباس: الاستيطان يقضي على حل الدولتين. أوباما سيستخدم الفيتو ضد قانون 11 أيلول. وبعنوان أخير: إلى متى نبقى شعبا إسفنجيا. من بعد اللواء منتابع مع البلد، وبعنوان الرئيس: سقوط أمير داعش في عين الحلوي والجلسة بلا رئيس. ومن بعد البلد منوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية، بترجمة العناوين: The Daily Star، الجيش يلقي القبض على أمير داعش في عين الحلوي، مطلوب وبحقه عدة مذكرات اعتقال، وكان يخطط لعدة هجمات حول البلاد. خليل يقترح ضرائب جديدة لتغطية زيادة الرواتب العامة. وبعنوان أخير: النظام يعلن هجوما جديدا على حلب. من الديلي ستار منتابع جولتنا مع ترجمة لعناوين لوريان لوجور بعنوان الرئيس: الأزمة السياسية، حزب الله يزيد من عزلة التيار الوطني الحر. الجمعية العامة للأمم المتحدة: سلام يؤكد توطين اللاجئين مرفوض. وبعنوان أخير: الجيش يعتقل أمير الدولة الإسلامية في عين الحلوي. في عناوين صحيفة الشرق: أمير داعش في عين عين الحلوي في قبضة الجيش، وأمن المخيم إلى الواجهة، الوضع الرئاسي إلى تأزم، وجهود دولية للحلحلة. 26 و27 تشرين الثاني موعد نهائي لمؤتمر المستقبل. بقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق: نعم يجب على النواب أن ينتخبوا رئيسا. وأيضا بقلم الرئيس سعد الحريري: على إيران وقف تدخلها في الشؤون العربية. وختاما: الأمم المتحدة تستأنف إدخال المساعدات، والطيران الروسي والسوري يكثف غاراته. إلى الشرق الأوسط، ولي العهد قال إن تطور المملكة يؤهلها لتكون في مصاف الأمم، والرؤية إذان ببدء مرحلة جديدة. السعودية تحيي يومها الوطني، وولي العهد: المملكة مستقرة وسط عالم من الفوضى. فندوا رواية الحوثيين وقالوا إن غارات التحالف كانت قبل ساعة من الضربة. سكان الحديدة: الانقلابيون وراء قصف حي الهنود.
نوصل إلى الجمهورية ومع ممكن عم نختم جولتنا على عناوين الصحف. التفاؤل يتراجع والتحديات بالجملة. ثلاثة مواقف لبنانية من النزوح في نيويورك. وبختم مع صورة رئيسية لتدابير أمنية على مدخل عين الحلوة من بعد توقيف أمير داعش بالمخيم. وصورة بعنوان يد الجيش تطاول إرهابيا جديدا. وهيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ومنرجع. بجولة على أقرب المواعيد السقفية والفنية وضمن الاحتفالات السنوية يلي بتنظمها رعية مار منصور بالنقاش، موعد بكرة مع ريسيتال ديني مع المرنمة جمانة مدور بتمام الساعة 7:30 المساء. بتحبوا عطاك ما بتحقد ما بتكره ما أكبر سموك سماك التسامح فضاك الإيمان يا سيد الرحمة يا سيد الغفران. المهرجانات ما زالت مستمرة بالمناطق، ومهرجانات ليالي برجة 2016 يلي توقفت من سنوات عادت بالنسخة الجديدة. يوم الأحد المقبل المهرجان مع عدة محطات فنية ثقافية وغيرها من النشاطات، سهرة مع الفنان صبحي توفيق وتكريم لعدة شخصيات. جروة تنسى تبعد وتتساء هو القدر طول ما انت غايب ماليش حبايب غير القمر. اهجر وتنسى ابعد وتنسى هو القدر. ما تقولي بتهجر ليه وتقولي بتبعد ليه. ما تقولي بتهجر ليه وتقولي بتبعد ليه. ما الهجر خصام من الايام بتفرق المحبوب غير المكتوب ثم والقدر. وما انت غايب ماليش حبايب غير القمر. محطات فنية كتير أيضا بيشهدها تياترو فردان بالحمرة يوم السبت المقبل، موعد مع الفنان محمد خيري، محطة أيضا مع جورج طويل وعازفة الكمان جوال سعادة. إذن كنا عم نسمع من محمد خيري، بكرة إذن الموعد معه على تياترو فردان. بالدورة الثالثة عاد مهرجان الأفلام الألمانية من تنظيم سينما متروبوليس صوفيل ومعهد غوتي الألماني. الافتتاح كان مبارح وبيستمر المهرجان لغاية 2 تشرين الأول. واليوم موعد مع عرض لفيلم مي أند كامينسكي بتمام الساعة 8 المساء. Who? Therese! She's a widow and she's alive! In the north, up on the coast! I had the address! Dominic told you that she was dead? But that's wrong. ضمن الأمسيات يلي بنظمها خشبة مسرح مترو المدينة، أمسية مع الفنان عبد الكريم الشعار يغني فكروني، برافقه خالد نجار على العود، بهاء ضو إيقاع، محمد نحاس أنون، وزياد جعفر كمانجا. الموعد يوم السبت 24 أيلول الساعة 10 المساء. إذن رح يكون عم بغني الفنانة أم كلثوم يلي هلا عم نسمعها. والنجوم هتبان لنا هتبان لنا أجمل وأكبر. القمر من فرقنا من فرقنا حينار.
أجواء بعيدة شوي عن الطرب، مساء اليوم الساعة 6 رح يطلق مركز الدراسات اللبنانية الطبعة الإنجليزية من كتاب الشاعر هنري صغيب تحت عنوان جبران خليل جبران شواهد الناس والأمكنة بفيلا عودة. إذن الموعد بالأشرفية. للعرق صار في مهرجان، مهرجان العرق بالدورة الأولى رح تشهد منطقة البقاع بمبادرة من أركانسيال، وريع المهرجان بيعود لدعم هالجمعية. مصانع عرق كبيرة مشاركة، وأيضا العرق البلدي يلي صار جزء أساسي بالتراث اللبناني. الموعد رح يكون بكرة ب 24 شهر الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 7:30 المساء بتعنايل. إذن هيدا كانت جولة سريعة على أبرز المحطات اللي عم نشهدها. قبل ما أرجع أنتقل لعند جوال حتى نشوف حركة السير، بدي أذكر بموعد ثابت كل نهار جمعة على إذاعة الشرق مع المجازين السياسي، وضيف المجازين السياسي لليوم هو السفير السابق والمفكر والمؤرخ خالد الزيادة، ضيف إذن المجازين السياسي بي بانوراما فكرية حول قضايا العرب والحوار بين ضفتين المتوسط والثقافة النهضوية وطرابلس والأثار. وفي المجازين أيضا مداخلات مع الخبير الاستراتيجي دكتور خطار أبو دياب والقيادة بلقاء الجمهورية محمد سلهب. نرجع لعندك جوال. الرقيب أول لقمان ناصر الدين مباشرة من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بنعرف أكثر عن أحوال الطرقات بهالطقس الماطر. مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ الله يخليك. أصلا في عجقة وفتحت المدارس أبوابها وهلأ زيادة عم بتشتي. صح صح. تفضل. بداية عنا بهالأثناء انزلاق دراجة على الحايك مقابل مكتبة أنطوان، نتج عنا جريح بسبب الأمطار، لذلك بدنا نطلب من السائقين التروي والانتباه أثناء القيادة خوفا من الانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة اللي عم نشهدها حفاظا على سلامتهم وعلى السلام العامة. نعم. بداية من نبلش من المدخل الشرقي، عنا حركة سير كثيفة من علي وصولا للصياد بسبب تعطل شاحنة على الصياد اتجاه إميل لحود، وكذلك بسبب الأمطار، وعم تعمل عناصر مفرزة سير بعبدة على تسهيل حركة المرور بالمكان. نعم. المدخل الشمالي عندنا حركة سير كثيفة من الكازين وحتى النفق، وبتكمل الحركة كثيفة من الضي أم طلياس وصولا لجل الديب لترجع. أوكي. الحركة تتحسن على الدورة والكارنتينا. نعم. وليفار سن الفيل عندنا حركة كثيفة وضغط سير من الصالوم اتجاه الحايك حتى جسر الواطي. المدخل الجنوبي عندنا حركة سير كثيفة من خلد اتجاه الأنفاق، وبتكمل الحركة كثيفة من المدينة الرياضية جسر الكولا حتى الوسط. أما بالنسبة لداخل العاصمة فعندنا حركة سير كثيفة على كورنيش المزرعة على المسلكين البربير المتحف العدلية، حركة سير كثيفة وصولا لجسر الفيات، وكذلك الحركة ناشطة على الواجهة البحرية على الروشي وعين المريس. هيدا كل شيء بالنسبة لحركة السير. إن شاء الله تكون نسبة الحوادث مش كتير مرتفعة بهالطقس الماطر. صح صح، بس عندنا حوادث من امبارح واليوم 13 حادث نتج عنه للأسف 3 قتلى و17 جريح. مرتفعة للأسف. أوكي. ومخالفات الرادار 881 مخالفة سرعة زائدة. بس نعم. عندنا تدابير سير بمناسبة سباق الجرون بري، رح يتم تحويل السير ومنع وقوف السيارات بصورة استثنائية على الطريق العلوي لجادة رفيق الحريري من نقطة الانطلاق بمساحة 50 متر اعتبارا من ظهر اليوم. نعم. أوكي. لغاية 25/9.
يعطيكم ألف عافية، شكرا لمداخلتك. الله الله معك. بريك جديد وبنرجع. صباح الخير. من على جسر نهر الموت منظر مطل على الساحل والجبل، أطول خط نفايات بالعالم بيستحق دخول كتاب جينيس من بعد أكبر صحن حمص وأكبر جات طبولة وأطول علم. إنجاز جديد للحكومة اللبنانية ببث السموم والتلوث والأوبئة. الملفت بالخبرية أن النفايات موضبة بأكياس بيض ومصفوفة بشكل هندسي، وكأنه نحن أمام لوحة تشكيلية من الفن السوريالي. هالصورة ممكن تتحول لبطاقة بريدية أو طابع جديد لتاريخ هاللحظة العظيمة من تاريخنا. بين النفايات والسموم والأمراض، جسر نهر الموت اسم على مسمى. صحيح الواقع بيعكس صورة مؤلمة على كل الأصعدة بالبلد، ولكن بعيون أطفال شهداء الجيش اللبناني حلم بيشبه الوطن يلي من أجله استشهدوا أبائهم. هالأطفال يلي بيستحقوا يعيشوا كل لحظات الفرح والسعادة. محطتنا الأولى مع مغامرة ممتعة عاشوها أبناء شهداء الجيش بإيطاليا تكريما لأبناء المؤسسة العسكرية. نظمت هالرحلة مؤسسة الشهيد المقدم صبحي العقوري بمحاولة لزرع البسمة بقلوب الأطفال. زميلتنا مي فرحات رافقت الأطفال إلى إيطاليا وعادت بهالتقرير. الحلم يلي صار حقيقة استمر لسبعة أيام بروما بإيطاليا. رغم وجع الفراق يلي ما بينتسى، هالرحلة قدرت تغير جوانب الحياة اليومية، ومعها غيرت معالم وأحلام كتار من أبناء أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبناني. هيك بلش النهار التاني بإيطاليا. غطي الشمس بفيش بينك، بحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن انك لبناني. بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تضل تحب وترحب بيكفي انك لبناني. بلش النهار الثاني بإيطاليا، رحلة حوالي 40 شخص من أبناء شهداء الجيش اللبناني بنكهة لبنانية. المشوار انطلق من الكولاج مارونيت، والمحطة الأولى كانت الفاتيكان. فبدعوة من سفير لبنان بالفاتيكان العميد جورج خوري، قدروا الأولاد ومن دون الوقوف بالصف والانتظار لساعات الدخول إلى أعظم كنائس العالم، إلى كاتدرائية القديس بطرس البابوية، وإلى أهم متاحف الفاتيكان الرائعة والواسعة والقطع الفنية، خاصة بكنيسة سيستينا يلي بتحتوي على أهم أعمال الفنان مايكل أنجلو. كل يوم ثلاث دهرات باليوم، عشان اليوم لوين رحنا نسيت قد ما في دهرات. فاتيكان أكبر فاتيكان بلبنان بالكرة الأرضية. نحن كتير انبسطنا، وهو كان كتير حلو المشوار. أحلى شيء شفته رومانيا، كتير حلوة بتعقد، كان حلم من الأحلام. يعني كنا ما بنحلم نوصل نشوف إيطاليا، كتير حلوة، فيها كتير معالم حلوة. هذا الشيء ما بيعود عن اللي خسرناه، بس حبيت لأنه أنا وابني كتير انبسطنا. لا أول مرة بسافر يعني، وكتير مبسوطة، مناظر حلوة وتحف وهيك شيء، وانبسطت كتير. حلو فيها أسواراتها أكيد، والسياحة والشوبينج أكيد. وين في لبناني؟
في دبكة ودربكة ورأس شرقة بساحة الكوليسيو يلي صارت اليوم أهم المعالم الأثرية بروعة هندستها القديمة بروما. ما قبل محمد إنه نفل بلا ما يسمع الإيطالية وكل السواح صوت الدربكة ليطفي أجواء فرح بكل مكان تواجد فيه لبنانة. تفاجأ الأولاد بزيارة بعض الشباب الإيطالية إلى مكان إقامتهم يلي بقوموا بدورهم من خلال عملهم التطوعي بالمنظمات الخير حكومية بدعم نشاطات المؤسسات الشهيد صبح العقوري حتى تقدر تستمر بتقديم كل أنواع المساعدات المادية والمعنوية إلى أولاد وعائلات شهداء الجيش اللبناني. Sì, ho conosciuto l'associazione attraverso un amico italiano e poi attraverso dei miei amici militari italiani che mi hanno parlato molto bene dell'associazione, che era molto importante, che faceva tantissime attività dedicate all'infanzia e agli orfani libanesi nel ricordo di un grande personaggio libanese. Allora, in queste foto che abbiamo fatto è quello di catturare quello che è l'emozione, l'emotività dei ragazzi, quindi il fatto che stanno bene, si divertono e si trovano in un ambiente che è accogliente. Quindi questo è quello che l'espressione reale poi porterà a chi vede realmente, quindi chi fruirà di queste immagini si accorgerà che sono immagini reali, vere, ed è questa la cosa più importante. نرجع إلى لبنان ولاحقا رح بيكون في كمان تقارير أخرى من إيطاليا مع زميلتنا ماي فرحات. هلأ بعودتنا إلى لبنان سألنا العالم إذا بحبوا اسمهم أو طبيعة الحال شو اسمهم. يلا منشوف. أديب اسمي أديب السيد أديب. اسمي أحمد ضياء. نلمة شهد العسل. نلمة ميرسي أبو عماد. بي الله يرحمه كان بيحب اسم عماد لأنه بيرمز عماد للجيش عماد الجيش. أنا؟ عدنان الكردي عدنان بس ما هان اللز انه قليل مين يعرف شو يعني عدنان. العدنان الذي ينتمي الى جنة عدن. بدك تسمي عدنانو بالروسي عدنانوف كمان. اسمي احمد احمد الاحمد. فاطمة. انا بدلع حالي. فاطمة على اسم تيتا. في فاطمة تتترى فاطمة مرشي بالمسكي وانا لسه لا شارب الويسكي. قلت لها نرقص تشا 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 قالت لي لا جو نو سي با. احمد شوفي خير ان شاء الله. صلاح. هيك جيت صدفه. لا بنهار صلاح بالليل صالح. ابو محمد. ابو محمد عم بقول لي مصطفى العرب. العرب عازم جدي. ايوه صافو. ايوه صافو صافو. اسمي محمود العرب. محمود عاصم جده. نبيل. ايه نبيل. نبيل نبيل نبي سموني نبي. عبد الحفيظ ابو على امه. عبودي عبودي. عبد الرزاق. اسمي ابراهيم. عادي بدلعوني بوب. بوب بعد الظهر بوبي حسن. اسم ستي. شو اسمه رسميه اماني. حسن. قديمة قديمة. خديجة. لا. شفيقة. فتحية. بهيرة. أحمد. هذا اسم متوارث من الجد إلى الجد. لا نحن أحمد ابن عبد اللطيف ابن أحمد ابن عبد اللطيف ابن أحمد ابن محمد. عادي عادي يعني مشتقة من كلمة عدل. العدل اللي بينصف الإنصاف. أنا والله الشباب بدلعوني حاج. اسمي سميرة داعو. سميرة
سميرة الأمورة، بي اسمه الحاج كامل الدعو، الحاج كامل محدين الدعو. سميرة وبس، والباقي خس. أنوار على اسم ابن عم بي، والله اسم ابن عم بي الله يرحمه مات غريق بالبحر، سميني بي على اسمه لأنه كان يحبه كتير ابن عمه. أنوار نور، أنوار بالنهار وبالليل. رياض اسم خالي. اسم زياد أبو عمر، زياد الدرعوة على اسم مين؟ اسم جدة. اسم زياد أمي عائشة وابني عمر. علاء ميز. أنا علاء، في كتير علاء، في كتير محمد، في كتير جورج. علاء حلوة. سيف الدين خضر، ستي سمتنا سيفو. بالله بعم ليش اسمي أنا؟ ليش اسمي أنا؟ المشاهد اللي كنا عم نشوفها هي من معرض فعلا. كنا هلا عم نشوف الدبس، هلا رح نحكي بالتفاصيل. كنا أزلنا عم نشوف المشاهد من معرض المونة السنة الماضية اللي شهدته بلدة أهمج، واليوم كمان كنا على أساس على موعد مع المعرض نفسه. أهلا وسهلا فيك جيسي أبي رميا من جمعية أنماء أهمج. أهلا وسهلا. نحن من قبل كنا عم نقول عن موعدين رح تشهدهم البلدة، اليوم وبكرة بنفس المعرض. اليوم وبكرة والأحد. اوكي، بس هلا نحن تاجل كل البروجرام بسبب الطقس. هلا بسبب الطقس، اول شيء صباح الخير. صباح الخير. ثاني شيء بحب اذكر اهمج وين بتصير، يلي هي اهمج قريه جبيليه بتوقع بتبعد عن جبال 20 كيلومتر وعن بيروت 60 كيلومتر، كثير هي نوصل لها، طرقاتها كثير سهله وامنه، وتقريبا صارت كل العالم تعرف من وراء المهرجانات والنشاطات العديده باهمج. هي بنقطعها من بيبلوس عنايا اهمج اللقلوق، يعني كثير هينه نوصل لها. الموعد مهرجان المونة او معرض المونة 2016 اللي بتنظمه بلدية اهمج بالتعاون مع جمعية انماء اهمج هو للسنة الثانية على التوالي، كان مقرر يكون اليوم الافتتاح على الساعة 4 السبت والاحد، بس بسبب الطقس ولانه شوي نحن عاملينه بطبيعة وطبيعة كثير حلوة، يعني بعده كل شيء على الطبيعة، كل شيء رح يكون قديم، طبعا نكون عم نخسر هيدي الميزة، حبينا انه يكون الافتتاح بكرة على الساعة 10 الصبح. يعني قصدك كما تغيروا محل المهرجان مظبوط، ونصير خليتوه بنفس المطرح اجلتوه نهار. مظبوط، هنضل عم نحافظ اكثر على الميزه، على هويه المعرض اللي هو قروي وتراثي وكل شيء قديم، لنكون شفنا عم هلا على كل حال. مظبوط، لنكون لتضل هيدي الاجواء وتكون احلى كمان السنه، مشان هيك الافتتاح رح يكون بكره الساعه 10 الصبح وبنضل مكملين للاحد من عشيه. طيب جسي، بهيك وضع مين بياخذ القرار؟ شو حكيتوا؟ كيف كنتوا مجتمعين؟ يعني امبارح هلا كنت عم تقولي لنا انه امبارح لاخر دقيقه لاخر الليل بعدكم عم تحضروا، ما في شتاء وعيته طايفه. مزبوط، رغم انه هو كان يعني مصلحه ارصاد قالت انه ما كانوا عم يحضروا. نحن كنا عارفين اصلا انه معقول يكون في شتاء، بس نحن كنا محضرين، المنطقه كانت كلها محضره للشتاء، ونحن قادرين يعني مثل ما انتم كنتوا قادرين نرجع نستقبل، بس لما نحط خطر شوي اكثر على الاجواء
والعالم تطلع لفوق تكون شوي عم تنزعج من الوحل او من مزبوط لانه مشان هيك فضلنا انه لراحت انه القرار هو اتخذ اليوم سريعا اكيد اللجنه وجمعيه الانماء والبلديه اتخذ قرار ونحن مشي فيه وفي حال كانت تأس شوي افضل اليوم نعطي خبر بس انه على الارجح نحن بكره الافتتاح على الساعه 10 ناطرين الجميع 10 الصبح الكل رح يكون جاهز كيوسكات المونه كيوسكات الاكل الماكولات والغداء والعشاء القروي بالاضافه للبرنامج الفني كمان رح نحكي عنه هلا مطولا كله رح يكون موجود بكره والاحد فاذا احلى ويكند بتقضوه بقهم السبت واحد 100% لك قبل ما نكفي عن مهرجان المونه كيف كان الفستيفال مهرجان اهمج كانت اصداء الاعلاميه كثير منيحه وهذا الشيء سمعناه بعتقد مثل ما الكل سمعه كان كثير منيح ورائع طبعا بجهود كل حدا ساعدنا من المعلنين من ابناء الضيعه ومن حضرتكم يعني مثل الاعلام كلهم يلي كانوا حدنا ورفقونا بهالمهرجان فشكر كثير كبير للجميع بنجاح مهرجان اهمج وطبعا نتمنى هذا الشيء نكون عم نشوفه هلا بمعرض المونه كمان نكون عم نحقق نجاح باهر لاهمج تنوضع اكثر على السياحة البيئية والسياحية يعني بأهمج بالعالم يعني بلبنان أكثر التي في سي الخاص اللي هلأ كنا عم نشوفه هو الخاص بهيدي السنة مزبوط كلهم من أهالي أهمج اللي كله عم يصوروا من أهالي أهمج والشي اللي عم نشوفه رح نشوفه هلأ بمعرض يعني مثل ما عم نعمل مثل ما عم نعمل هلا عم بالنار مثل ما عم نعمل العجين الكشك هي كلها قصص رح نشوفها ورح تكون عالم عم تشتري من القصص اللي عم تنعمل دغري بالمعرض المونه مين هول الاولاد هذول اولاد كمان من الضيعه الصبيه الصبيه كمان كلنا نحن جروب انت؟ لا مش انا نحن كلنا جروب من اهمج عملنا هيدا الدعايه كرمال نبرز اكثر شو يعني معرض المونه شو في بقلبه شو هويته للمعرض اوكي كنا عم نشوف هلا شوي اجواء المعرض اللي رح يكون من السنه الماضيه في عم تعملوا دبس يعني نحن فينا نوصي على دبس ثاني نهار مزبوط. يطلع شو في هيك ميزات بيميز معرض المونه اول شيء انه كل النساء يلي كل المونه يلي تكون عم تنعرض هي كلها محضره من قبل سيدات باهمج يعني الاشخاص يلي عم يعرضوا مونتهم هن اشخاص حضروها لبيتهم لاولادهم هي ذاتها رح تكون عم تتقدم للعالم يعني كل شيء رح يكون بلدي 100% ما في عالم اشترت من برا واجت عم تنعرض هذا الشيء نحن بنأكده 100% هيدي بداية ثاني شيء المنتوجات يلي تكون عم تنعرض والقصص اللي رح نشوفها بالمعرض مثل رح يكون في عنا مثل ما ذكرنا لا رجعوا لي الصورة اللي قبلها بليز هول شو هدول جبنة في عنا نحن كمان مزرعة يلي اسمها جوبلان هيدي مزرعة كتير مهمة عندها كمان منتوجات خاصة مصاري حاليا لا مصاري لا هلا نحن في عنا اثنين مزرعتين مش اثنيناتهم لا ما رح اقول بس عن جد نحن في عنا رح يكونوا الستاندين اثنين موجودين يعني لو جايبين ايدك شيء ما قطعنا لك خلص سكتي عم تهوي بايديك دعايتين مش راكبه اوكي طيب فاذا لنرجع اكثر لشو رح يكون في نشاطات بالمعرض انه رح يكون في اول شيء كركي عم تعمل عرق دغري عم نشربه من تحت الكركي دغري ثاني شيء رح يكون في دبس معصرة عم تعمل الدبس المعصرة هي الدبس أصلا بده وقت كتير ليطلع يعني بده مينيموم 24 ساعة مشان هيك اللي حب بيشتري بيوسع عليهم قبل وبيشتريهم الأحد من عشية يعني يكون كل شيء طبيعي دغري عم نشوفه كمان رح يكون في ساج مثل ما قلنا في اكل الاكل رح يكون لحمه بالجره كبه بالجرن هريسه بطاطا مشويه كل شيء كله جو قديم تراثي عن جد تراثي قديم قروي وكمان بنحب نقول انه مش شاريين او خالصين هدول سيدات بالمطعم عم بيشتغلوا فيهم دغري الجره محطوطه بقلب النار الكبه دغري عم تنعمل الاوزه رح تكون موجوده كلنا عم نشوفها انت رح تعمل شيء بتعرف تعمل هيك شيء منهم لكن بتعرف اللي بيميز اولاد اهمج انه نحن بنعرف نعمل عن جد كثير هالقصص وبالاضافه نحن مميزين بكثير قصص اكيد بنعرف نعمل بضمن لك انه بنعرف نعملهم طيب البرنامج الفني برنامج الفن لا العشاء القروي عشاء قروي شرعي يعني. العشاء مثل ما حكيتهم هن ذاتهم الغداء والعشاء القروي السبت والاحد رح يكون من ذات المنتوجات يلي قلناها قبل شوي كمان بالاضافه للدرا للزلابيه لكثير قصص يعني كل شيء قديم لشرب التوت شرب الورد يعني بهيد هالاجواء يعني قد ما فينا نحكي عنها ما رح تكون حلوه قد ما يطلع الواحد يجربها فوق ويذوق كل شيء ويكون عم يعمل برمه بارز اهمج بالاضافه للبرنامج الفني رح
رح يكون في عنا عرض لأفلام قديمة لرحابنة لست فيروز، وبالإضافة لعود دق على العود لأغاني قديمة. يعني هيدا الأجواء التراثية رح تكون بين السبت من عشية والأحد الظهر. أوكي، بلدة أهمج تحضرت يعني صارت مجهزة لاستقبال عدد كبير من الجمهور، خصوصا مع مهرجانات أهمج الفنية يلي تقريبا من شهر انتهت. وين يعني إذا منقصد نطلع على أهمج، وين فينا يمكن ننام؟ في بيوت مجهزة؟ في أوتيلات؟ بأهمج أول شيء معرض المنى رح يصير بأرز أهمج، اللي هو المنتجع يلي تابع للبلدية وجمعية أنماء أهمج. هذا المنتجع هو محضر لاستقبال كافة الزوار، كافة العيال اللي حابين يقضوا ويكند. هذا الشيء اللي عم نشوفه هون. عم نحكي عن البنغالو يلي هن بيوت خشبية موجودين بغابة الأرز بأرز أهمج، بتخلي الواحد يكون عم بيعيش عن جد ويك اند بالطبيعة. ويك اند بالطبيعة، كل شيء مجهز، ان كان بالثلج ان كان بالصيفية كل شيء جاهز. غير البنغالو في كمان كارافانات، غير الكارافان عم نحكي كمان عن 14 مسار مشي بتربط اهمج بالطرق المجاورة، بتضيع المجاورة. يعني في حدا يقول انا بدي اقضي ويك اند، بدي اطلع اتعرف على اهمج بالطبيعة، بياخد جيد بيكون معه بروشور وبيطلع بيتمشى فوق. واهمج كمان هي غنية باثارات قديمة، يعني هي منطقة اثرية وتراثية كتير مهمة، فاللي بحب يتعرف عليها في كمان يكون عم يقصد ارز اهمج ومنها ينطلق على كافة المشاريع. كمان ارز اهمج في اكتيفيتي للاطفال، في تيروليان، باركور، بسكليت، كتير يعني عم بيقضوا ويك اند فوق عن جد ما عم بيزهقوا. لانه ان كان يعني اعتبرنا ما في نشاطات بارز اهمج، رح يكون في اهل الضيعه او المؤسسات الموجودين باهمج عاملين نشاطات بغير محل، كمان حلو كتير المشاركه فيهم. فهيدا اجواء اهمج بالاجمال. للعالم يلي بحبوا يستفسروا اكثر عن ارز اهمج فيهم تابعونا على الفيسبوك عن معرض المونة أو حالة نشاطات لأرز أهمج على الفيسبوك، أو يتصلوا على 70487111. هذا رقم أرز أهمج. خلينا نرجع نذكر، فإذا مهرجان المونة مفروض كان يكون اليوم، إذا زبط بترجعوا بتعلنوا عنا، إذا لا الافتتاح الرسمي رح بيكون بكرة الساعة 10 الصبح وبيكفي سبت وأحد ظهر وعشاء. مزبوط، ظهر وعشية. جيسي أبيرامي نحن العشاء أصلا انه انت يعني قلبك شقفه. جيسي ابو رامي من جمعيه انماء اهمج، نحن بنسلم عليكم كلكم، يعطيكم العافيه. يا ريت كل الضياع، هلا كل الضياع فيها الخير والبركه، بس انتم ناشطين كثير يعني بين المهرجان ومعرض المونه حركه دائمه باهمج، وهذا الشيء بيعود الفضل اكيد لابناء اهمج، لانه عن جد نحن كلنا ايد وحده فوق، يعني ما في كثير ما في عندنا ابدا خلافات. وكمان هذا بيعود للمسيره الانمائيه اللي عم تعملها جمعيه انماء اهمج دائما وبالتعاون مع بلديه اهمج، ليكون في كل شيء متكامل، يعني ما نكون عم نناقش شيء على اهمج. يعطيكم الف عافيه جيسي ابي رميا من جمعيه انماء اهمج. نحن رح نختم مع التي في سي الخاص، ما رح نختم مع التي في سي، رح نختم مع التي في سي وبنرجع من بعدها تقرير. المونة السنوي 23-24-25 أيلول بأرز أهمج بيتضمن غدا وعشاء قروي. منتابع حلقتنا وضمن النشاطات يلي بيعود ريعة للأطفال المصابين بمرض السرطان، نظم مركز سرطان الأطفال معرض للأزياء والفساتين للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مصممين لبنانيين وعالميين. تقرير. وعشرين مصمم لبناني وعالمي لمع اسمهم بعالم الموضة والأزياء،
أرادوا توظيف إبداعاتهم لخدمة الإنسانية، فقدموا مجموعة من الفساتين اللي بتحمل توقيعهم للمساهمة بالمعرض السنوي الثالث على التوالي اللي بنظمه مركز سرطان الأطفال، حيث تم عرض أكثر من 150 فستان بأسعار مخفضة، وريع المعرض بيعود لأطفال المركز. بندعي الستات يجوا لهون، في فساتين كتير، في ديزاينرز كتير معروفين كمان، فيهم يشتروا بذات الوقت من الديزاينر وكمان بيكونوا عم بيساعدوا الكانسر سنتر. المدام ما حتخسر شيء إذا اجت اشتريت الفستان من هون، أصلا نحن بنعرف المدامات بيلبسوا الفستان مرة واحدة ما بقى بيلبسوه. نحن عم نساهم بهالشيء، عم يمكن نخلص حياة، يمكن حدا مش قادر ياخذ التريتمنت لحاله، نحن عم نساعد هالشيء. بالنسبة لديزاينر دريس بيكون عادة حقه يمكن بألاف الدولارات، هون عم ينبيع بمية دولار، هاي المية دولار بدل ما تستعملوا ولا شيء ما بيفيدنا، هيدي هون بالسنتر بتساعدوا إنسان مريض لحتى يشفي. لشو نشتري لبرا وطالما هون فينا نساعد الجامعة ونساعد Children's Cancer Center. سنة عم نكبر ونوسع، وكل سنة عم بيكون معنا ديزاينرز أكتر، بيقدم الديزاينر الايتمز اللي له ببلاش، ونحن بنكون يعني هو كتبرع للمركز، ونحن بنكون عم نبيعهم بالمعرض لحتى نقدر يعني نجمع الدونيشنز. ويعني حيلا حدا بس يحط حاله محل أم أو أخت حدا مصاب بهالمرض، ويعني المرض صعب على حيلا حدا كيف إذا كانوا أولاد، فأكيد كلنا واجبنا أنه نساعدهم بأي طريقة. نقيت بنطلون وتياب حلوين لأنه في ناس لازمون مصاري لساعدهم. لازم العالم قد ما فيهم يكثروا تبرعات كرمال الأولاد، أكيد نعالجهم ويصير عنا نسبة أكثر من الشفاء للأولاد. نقدر إنه نساعد هالأطفال اللي يكون عندهم إنه تشانس إنه وأمل إنه يضلوا عايشين، إنه في قدرة إنه نشفيهم، فليش لا. نتابع مع ضيفنا الثاني لليوم الدبلوماسي الامريكي السابق وليد معلوف، رئيس شراكه النهضه اللبنانيه الامريكيه. بسعدنا استضافتك. صباح الخير. نحن اشتقنا. نحن بالاكثر. عم تطلع عدومه؟ عم بطلع عدومه، طلعت وما لقيتك مره. مزبوط، ما كنت هون. نحن رح نحكي اليوم عن شراكه النهضه اللبنانيه الامريكيه، وحده من مهامها هي الارت ميشن، وهلا بنحكي عن اهدافها، بس بالبدايه عرفنا عن هالشراكه. لما نحكي عن النهضه الامريكيه اللبنانيه شو يعني شراكه النهضه اللبنانيه الامريكيه؟ هي مجموعه من الشخصيات الاقتصاديه الامريكيه اللي اجتمعت مع بعضها بال2006 وقررت انه نحن بدنا نساعد لبنان. كيف فينا نساعد لبنان؟ بأمريكا هني. إن كلنا بأمريكا، في عندك مؤسسات لبنانية أمريكية اقتصادية بهمها أمر البلد وبتحب إنه تساعد. جمعنا بعضنا وعملنا هالجمعية، سميناها جمعية شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية بالعربي، بالإنجليزي The Lebanese American Renaissance Partnership. بلشت بال2006، صرنا عاملين ثلاثة ميشن بال2006 بال2008 والسنة الماضية بال2015. شو هني أهداف الميشنز؟ أهداف الميشنز ثلاثة. أول كل شيء لنعرف الشخصيات الاقتصادية اللبنانية الأمريكية بالشخصيات الاقتصادية بلبنان. ثاني شيء لحتى نقدر نساعد مؤسسات غير حكومية. قبل ما ننقل على النقطة الثانية، هني أصلاً ما بيعرفوا لبنان، يعني عم نحكي عن أشخاص عايشين معظم حياتهم برا، مش كتير جايين على لبنان أو مش جايين أبداً وعبالهم يعرفوا عن لبنان. في صنفين، في اللبناني الامريكاني من اصول لبنانيه واللي خلق بالولايات المتحده وعنده حنان على البلد، اللي هو ما بيعرف لبنان، واللي بعده يعني يمكن بيعرف شوي من ورا سته وجده وبيه اللي خلقوا بامريكا قبل منه، يما سته اللي اجت من سنه 1950 ل 1940، سو بيعرف شوي عن لبنان بس ما بيعرف كتير.
وعندك اللبنانية الأمريكان اللي هاجروا بعد 75 ونجحوا كتير بالبزنس بالولايات المتحدة. أوكي. كان بنيويورك كان بيوستن في كتير منهم هودي عندهم وبعد عندهم وجود بلبنان عندهم قرايب يعني عندهم كازنز فيرست كازنز وعندهم ولاد عم ولاد عمات والى اخره وعندهم املاك وعندهم بين وامهم بعدهم بلبنان سو هودي كمان في زيارات للبنان ايه هودي بيعطوا اكثر من اللبناني من الامريكاني من اصل لبناني بيعطوا اكثر ليه لانه عاش الفتره الصعبه اللي مرق فيها لبنان وحابب انه يساعد بقى أوكي. الاهداف هي انه نجيب هالشخصيات نعرفهم على البزنس كوميونيتي بلبنان لحتى يتعرفوا على بعض ويعملوا بزنس مع بعضهم يا يفتح شركه ويكون بلبنان بلبنان ويصير في توظيفات بلبنان للشباب الصاعده من الجامعات اللبنانيه وغير اللبنانيه أوكي. والهدف الثالث هو انه نقدم تقديمات ماليه لمؤسسات غير حكوميه وبمره واحده سنه 2016 قدمنا دعم للدفاع المدني بانه جبنا لهم بدلات موحده يونيفورم حوالي 550 ل 600 يونيفورم وقدمنا لهم هن وبعتقد كان اللقاء كتير كتير رائع هلا عم تشوفون كيف اللي لابسين وانا انبسطت كتير لان على ايدهم الشمال تحت الهيدا حاطين لارب كيف لحتى قررتوا هالمبادره؟ والله لقلك لانه رئيس مدير عام الدفاع المدني سالني اتصلنا فيه قلنا نحن بدنا نساعد مؤسسة حكومية لبنانية لنشجع العالم ليدعموا المؤسسات اللبنانية لأنه نحن وصلنا لفترة ما حدا عم يدعم المؤسسات اللبنانية مجلس النواب ما عم يدعم مؤسسته بانتخاب رئيس جمهورية مجلس الوزراء ما عم يدعم مؤسسته عكترة ما في انقسامات قلنا نحن بدنا نعمل شيء لهالدولة اللبنانية اللي كل العالم بتحب هالمؤسسة وهي الدفاع المدني لأنها غير طائفية وغير مقسمة وغير بتكون حاضرة بتكون حاضرة لكل اللبنانيين سو قدمنا هالجستشر هيدي وكانت كتير رائعة وهلأ بال 2017 عم نفكر بعد ما أخذنا قرار بس عم نفكر نجيب للدفاع المدني فاير فايتر بوت ما عندهم إياها بقلب البحر لحتى إذا صار في شيء حريقة بقلب البحر يكون عندهم الإمكانيات أنهم يطفوها هيدي بال 2017 وكمان بال يعني الميزانيه هالقد عم بتكون عاليه كبيره طبعا لانه لما نحن نعمل فند ريزنج ونقول لهم للبناني الامريكان وللامريكان من اصل لبناني نحن بدنا نعمل هيك لمؤسسه للدفاع المدني كلهم بيقدموا واللارب بامريكا هي لارب تاكس ديدكتبل يعني اللي بيقدم مصاري لللارب بيقدر يخصمون من التاكسس تبعه وكمان مسجله بلبنان مسجله كيف اللي بيقدم مصاري لللارب لنفترض قدم 10000 دولار أوكي. اللي من يعمل التاكسس اخر السنه بيقول لهم انا قدمت لللارب اللي رقمه كذا كذا 10000 دولار بيخصموا من الضرائب اللي بيدفعها للدوله التاكسس اكزاكتلي وعندنا كمان مسجله بلبنان اندبندنتلي مسجله بلبنان بوزارة الداخلية وعندنا رقم وكل شيء ورئيسة واحد لسوء الحظ أنا بس عندنا بأمريكا وعندنا بلبنان بورد عندنا بورد بالولايات المتحدة وعندنا بورد بلبنان هلا الأصدقاء البورد بلبنان قلت لهم أنا طالع اليوم لأحكي عن اللارب بقى بتحييهم وبشكرهم لأنه لو ما منهم ما كنا قدرنا عملنا هاللاربات الثلاثة والمشنز الثلاثة اللي جينا فيهم على خلينا نحكي عن وكمان بدي اتشكر مؤسسة تانية اللي هي الليبانيز امريكان تشامبر اوف كوميرس وسليم الزعني اللي على طول كان يدعمنا بالميلينج ليست تبعه بالوجود تبعهم للتشامبر اوف كوميرس كمان كان لاعب رئيسي بنجاح اللارب ومهمات هلا عم بيحضرونا؟ ما بعرف اذا عم بيحضرونا بس متشكر قد ايه ساعة هلا هونيك وينني لا في في منهم هون لبنانيز امريكان تشامبر اوف كوميرس موجوده بلبنان ما انا موجوده بامريكا فكرت عم نحيي اللي بامريكا لا عم نحيي اللي هون بنحييهم كمان بكل القوة بنحيي اللبنانيين اللي بامريكا اذا عم يسمعونا هالبزنس مان وبقول لهم حطوا مصرياتكم لل 2017 هونيك قد ايه هلا نحن سبع ساعات لورا 10 بالليل سبع ساعات لورا اوكي خلينا شوي نحكي لما تعملوا فند ريزنج وتجمعوا مصاري عن قديش مبلغ عم نحكي يعني كل ميشن يعني لنجيب لوازم للدفاع المدني بيستعملوها البحر يا ريت بيطلعوا على الـ على الويب سايت وبيشوفوا شو مجموعه الدونيشنز اللي عملناها موجوده على الويب سايت انا زلمه اللي بنكون عم بشتغل بمؤسسه غير حكوميه وعم نجيب مصاري الحسابات مكشوفه كثير ترانسبيرنت موجودين على الويب سايت لكل مؤسسه شو اعطينا من سنه 2006 لليوم لا انا عم بسال لشوف قديش اللبنانيه عندهم حنية على البلد بتستفزهم هول المواضيع
انه طبعا بهمهم الامر. يعني تصوري انه في ناس عطونا 10,000 دولار دونيشن، ناس عطونا 5,000 دولار دونيشن، ناس 3,000 6,000، يعني مش ما في اقل من 1000 دولار دونيشن. وبعدين كل شخص بده يجي بيدفع 1,500 دولار، لانه الالف بدها تروح على البوت اللي بدنا نقدم فيها الاكراميه يما الدعم لهالمؤسسه، وال500 بيروحوا لمصروف الوان داي كونفرنس. مبدئيا صرنا عم نعملهم بالفينيسيا، صرنا 3 سنين بنعملهم بالفينيسيا، سو اتس جوينج تو بي ان فينيسيا اي وود ثينك بالمستقبل. هلا نحكي اكثر عن البرنامج المقرر لسنه 2017، بس قبل خلينا نرجع للرجال الاعمال بامريكا من اصول لبنانيه. قد ايه عم بيكونوا، اول شيء قد ايه عددهم اللي عم تقدروا انتم تجتمعوا معهم، ولاي درجه عم نحكي هون بنجاحهم؟ ليكي بال 2006 اجى معنا 90 شخصيه اقتصاديه، 90 تصوري، كنا اولموست يعني شوي رح نكون 100. بال 2008 اجى 65، بال 2015 اجى 65 لل 70، يعني في انترست، في اهتمام، في اهتمام. لسبب بدنا نشتغل لحتى نوسع الكلام عن الرحله، عن المشن، نخبر العالم شو عم بيصير، نقول لهم شو اهدافها. وطبعا اللبناني الامريكان واللبناني عم يكونوا ناجحين يمكن على كل الامريكان الاصل اللبناني كمان عم بيدعموا بيقدموا طبعا. طيب لما يجوا على لبنان وين بيروحوا؟ شو بيشوفوا؟ شو انطباعاتهم؟ يعني في منهم عندهم اهلهم بيقعدوا عند اهلهم، منهم بيقعدوا بالاوتيلات. بيكون عندنا نحن نهار واحد فقط، المؤتمر تبعنا نهار واحد فقط، لانه ما بدنا نزربهم هون، بدنا هن يرجعوا يطلعوا مع اهلهم مع قرايبينهم يبرموا ويشوفوا البلد. يعني نحن ما بننظم رحلات سياحيه، لا اكيد، بس عم بقول انطباع يعني بيبقى في منهم يمكن صار له 20 سنه مش جايين، في انطباع حلو، يعني انطباع جميل، كل شيء بيشوفوه بحسوه منه موجود بالولايات المتحده، وهذا شيء مزبوط يعني حقيقي. لانه اللي موجود هون ما انه موجود بالولايات المتحده، مثل شو؟ مثل السياسيين مثلا، ما انه الموجودين لهون. لا هذا غير وضع كليا. لا انت جيت هلا من امريكا وعم بتعيش ترجع هون يمكن بضيعتك، شو الاشياء اللي بتفقدوها بامريكا؟ بنفقد الالفه اللي موجوده عند الناس، يعني كمان هون بلبنان خفت الالفه لنكون شوي صريحين، ولكن مثلا بالولايات المتحده اذا ما عندك جروب اصحاب يعزموكي وتعزميهم، لا تطلعوا على الريستوران، يا تروحوا على بيوت بعضكم، هيدي اكثر شيء هي السوشيال لايف. بعدين اذا رحنا عملنا في شيء مؤتمر كبير للبنان بهالسفاره اللبنانيه يما بالمؤسسات، بنلتقي وبنسلم على بعضنا هلو كيفك وكيف حوالك ووينك هيدي هي. بينما هون هون بتقومي الصبح لا تشربي فنجان قهوه، بيمرق ابو مخايل بتعزميه على القهوه، بيمرق بو يوسف ورافر، بيمرقوا الجيران، بتحكي انت وياهم. يعني الديناميكيه بلبنان وخاصه بالضيع غير الديناميكيه السوشيال لايف بالولايات المتحده. هلا في نشاط، يعني انا وقاعد بالباك يارد عندي ما بشوف حدا من جيراني، كلهم بيكونوا يا قاعدين ببيوتهم يا يما اذا انا كنت بالاشغال، يعني ما في هل انتر اكشن مثل ما موجوده هون بين الناس. قبل ما يخلص حشوريه اللبنانيه لبعضهم اكثر من حشوريه الامريكان لبعضهم، هي كمان مهمه. طيب قبل ما يخلص وقت، في مشروعين هلا بال 2017 انتم بدكم تحققون او عم تطمحوا تحققون، شو هن؟ هو الوينتر جالا اللي عاملينه بفبروري مبدئيا، والارت ميشن 4 اللي راح تكون بسبتمبر 2017 يلي هي للدفاع المدني اللي حكينا مبدئيا، للدفاع المدني. بعد ما اخذنا قرار نهائي، بس بعتقد هيك الاتجاه لمجلس الاداره بلبنان انه نكون عم نشتغل بهالاتجاه هيدا. بال 2016 ما كان عندكم نشاطات؟ ما عندنا، لانه بتعرفي كثير صعب الواحد يعمل ميشن باك تو باك، يعني 2015 صعبه، بدك تنتظري شوي لحتى ترجعي تخططي وتعملي. طبعا اوكي، كثير منيح. بعد في شيء؟ ابدا، سلمتكم، انبسطت كثير باللقاء، بتشكركم نحن كمان، بتشكر السامعين والمشاهدين، بنسلم على كل الجيل اللبنانيه بامريكا، بنسلم على الجميع من كل بلد، واكيد هن دعم كثير كبير لنا بكفي يلي عم تعملوه للدفاع المدني، ومن بعد يمكن كل الصعوبات يلي مرق فيها الدفاع المدني، بنحييكم. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. بنحيي كل اللبنانيه اللي صامدين
بالبلد. شكرا. وانتو اثنين منهم. مزبوط. شكرا لك. نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا والختام مع التقرير الرياضي. بكرة اكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30. كونوا على الموعد. باي. باي. أعلن كابتن المنتخب اللبناني السابق يوسف محمد دودو اعتزاله نهائيا لرياضة الفوتبول بسبب الإصابة اللي تعرض لها من مقر نادي النجمي. وأكد يوسف محمد أنه هالاعتزال نهائي ولا رجوع عنه، وهو بعود لسبب وحيد وهو الإصابة اللي تعرض لها مكان العملية اللي خضع لها بالركبة. شاء القدر أنه موضوع الإصابة يكون هو المشكلة الكبيرة ليوسف محمد لحتى يكمل فوتبول. أنا اللي بحب أقوله أكيد لاعب الفوتبول وقت اللي بيقرر إنه يعتزل الفوتبول ما حدا حيكون زعلان قد لاعب الفوتبول. أنا لهي اللعبة أعطيتها كل ما أملك من عشق ومحبة وتضحية بعد مرور السنين بالمستطيل الأخضر. قررت انه اعتزل هيدي اللعبه واعتزل هيدي اللعبه نهائيا. وعم بعتزل هاي اللعبه انا وكنت موقع عقد مع افضل نادي بلبنان هو نادي النجمه. بتمنى من الجميع المحبين وغير المحبين يتقبلوا هيدا الشيء بكل روح رياضيه، لان لاعب الفوتبول بالنهايه حيوصل لخاتمة. وبيجي هالاعتزال قبل ما يخوض يوسف محمد أي مباراة مع نادي النجمي، وبوقت لفت أمين سر نادي النجمي سعد الدين عيتاني إلى أنه الفريق بيأمل أنه يكرم يوسف محمد بقميص النجمي بمباراة مع نادي كولون الألماني يلي قيده محمد بوقت سابق. ولا إذا بده يصير في تكريم لدودو للكابتن دودو أنه بركي ممكن يكون مع نادي السابق اللي هو كولون، وهذا هو بده يقوم فيه الاتصالات. ونحن بنرحب بهالفكرة في حال قدرنا نتوصل انه نسعد الكابتن دودو والجمهور اللبناني وجمهور النجمة انه يكون يحضر كولون يكرم الكابتن دودو ويكرم نادي النجمة ونادي النجمة يكرم دودو، وهذا اللي حبيته. أعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها خلال مباراة قدام أتلتيكو مدريد. ورح يغيب ليونيل ميسي حوالي 3 أسابيع، يعني رح يغيب عن سبورتينغ خيخون وسيلتا فيغو وأيضا مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ بدور الأبطال. ومن المنتظر أن يعود ميسي لصفوف فريق خلال مباراته مع ديبورتيفو بالجولة 8 من الليغا. أيضا رح يغيب ميسي عن المواجهتين المهمين كتير بتصفية مونديال روسيا 2018 مع الأرجنتين قدام بيرو والباراغواي. أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مع لاعبه سيرجيو بوسكيتس أنه يجدد تعاقده لعام 2021 مع خيار التمديد لعامين إضافيين. وأضاف البيان بوسكيتس رح يجدد حتى عام 2021 ورح يعتمد على عدد المباريات، ويكون الشرط الجزائي بعقده 200 مليون يورو. أعلن نادي جوفنتوس تحقيقه دخل قياسي خلال الموسم الماضي 2015-2016، حيث بلغ دخل النادي خلاله 387.9 مليون يورو، وهذا رقم ما حققه أي فريق إيطالي من قبل. وأوضح جوفنتوس ببيانه المالي والمتعلق بالسنة المالية اللي انتهت بنهاية شهر حزيران الماضي أنه أرباح النادي بلغت 4.1 مليون يورو ورح يتم وضعه بالاحتياط الخاص للنادي لصرفه مستقبلاً. وبلغت الزيادة بإيرادات النادي حوالي 40 مليون يورو مقارنة باللي كانت عليه خلال السنة المالية اللي سبقتها، وهي السنة الثانية على التوالي من أزمة كالتشو عام 2006 يلي بيعلن فيها جوفنتوس ميزانيته بوجود ربح مالي بعد خصم كافة المصاريف وتسكير كل الديون. صرح الفارو موراتا مهاجم ريال مدريد انه روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الالماني والمنتخب البولندي هو افضل مهاجم حاليا بالعالم، افضل مهاجم من الناحيه الفنيه بالرغم من حجمه، وعم جرب اتعلم منه وراقب تحركاته كتير منيح. وتحدث ايضا عن امري مور مهاجم روسيا دورتموند وقال ايضا هو واحد من افضل اللاعبين باوروبا، لازم ينطر لانه بعد عمره 19 سنه بس. Sur le centre de...